وسهلا بكم في اخبار كريم. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم في اخبار عن النادي الاهلي، وهنبدا باول فقره عن مروان محسن وسواريز مع نادي جيل فينيستي، وهيكون عنوان الفيديو سواريز ليس الرابط الوحيد بين الاهلي وجيل فينيستي. اقترب المدير الفني ريكاردو سواريز من قيادة الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وبحسب التقارير المنتشرة فإن المدير الفني البرتغالي سيتولى مهام منصبه الجديد خلال أيام قليلة. طبعا هيتم وجود المدير الفني البرتغالي بعد ما يتم الاتفاق على كل الشروط سواء من النادي الاهلي او من قبل ريكاردو سواريز، فلذلك الاتفاق لسه ما تمش لغايه دلوقتي، عشان خاطر كده هو لم يصل الى مصر حتى الان. وتعتبر افضل انجازات سواريز اللي بدا في سن مبكر مع انديه هو ببلاده هي قياده جيل فينيستي الى احتلال المركز الخامس بالدوري البرتغالي ليضمن مكانا بدوري المؤتمر الاوروبي. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا قبل كده ان بطولة دوري المؤتمر الاوروبي هي بطولة مستحدثة، بطولة جديدة اول سنة تتلعب، وكان فاز بيها نادي روما الايطالي في مباراة النهائي مع المدير الفني مورينيو. ولا يعد المدرب البرتغالي هو أول ارتباط بين الأهلي وجيل فينيستي، حيث لعب مهاجم الأحمر السابق مروان محسن بقميص الفريق البرتغالي في عام 2013-2014 بعدما انتقل إليهم بعد رحلته مع فريق بتروجيت بعقد احتراف امتد لثلاث سنين. ولم يكمل مروان محسن تجربته الاحترافية مع جيل فينيستي وقام بفسخ التعاقد بعد موسم واحد لينتقل بعدها لفريق نادي الإسماعيلي في عام 2015 واللي تألق بقميصه قبل أن يذهب للنادي الأهلي في 2016، ومنه انتقل إلى فريق فيوتشر مطلع هذا الموسم. طبعا احنا عارفين ان مروان محسن قضى فترة طويلة في النادي الاهلي، ولكن كان بيصادفه سوء حظ ادى الى ان هو يسيب النادي الاهلي ويروح لنادي فيوتشر، وللأسف حظه العاسر اول ما بدأ يتألق مع نادي فيوتشر ويسجل اهداف جاله صليبي، لاعب منحوس دايس على دي القطة يا جماعة، ان هو بيبقى بيلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في مصر ويبقى حظه وحش ويضطر ان هو يروح لنادي فيوتشر، واول ما يجيب اجوان الراجل يروح جاي له صليبي يقعد مصاب مثلا مش اقل من 6-8 شهور لان الصليبي ده بيطول. فطبعا هو حظه سيء للغايه، ولكن في النهايه ان شاء الله ربنا شايل له الاحسن. مروان محسن لم يكن المصري الوحيد اللي ارتدى قميص جيل فينيستي، حيث ضم النادي البرتغالي لاعب الوسط حسام حسن في يوليو 2014، لكنه ايضا لم يشارك في عدد كافي من المباريات ليقوم النادي باعارته للاتحاد السكندري. وبعد انتهاء الاعارة قام الفريق البرتغالي بالاستغناء عنه لينتقل الى فريق سموحة ليبدأ بعدها عدة رحلات مكوكية بين اندية الدوري الممتاز والقسم الثاني. والجدير بالذكر ايضا ان الفريق البرتغالي سبق له ضم كل من عمرو حسين المختار وادهم ياسر التركي اللي كانوا من ناشئي نادي انبي، وخاضوا مع الفريق تجربة احترافية قصيرة ايضا وارتدوا قميص شباب جيل فينيستي، لكن التجربة ايضا لم تكلل بالنجاح. عندنا لاعبتنا المصريين مش معتادين ان هم يلعبوا في الدوري البرتغالي، بالرغم ان قبل كده لعب عبد الستار صبري في الدوري البرتغالي لو احنا فاكرين،
وأدى أداء رائع، وكان من اللعيبة الجامدين جدا في الدوري البرتغالي. بعد ما قضى موسم قوي جدا مع منتخب مصر في الفترة اللي لعب فيها مع منتخب مصر ونادي المقاولون العرب. فالكرة البرتغالية كرة ليست بقوة الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، ولكنها كرة برضو قوية. طبعا احنا عارفين من أشهر اللعيبة في البرتغال هو اللعيب بيبي، ومن أشهر لعيب البرتغال طبعا زي ما احنا عارفين كمنتخب برتغال كريستيانو رونالدو، الأسطورة الكروية التي لن تتكرر ولن تتكرر في القريب العاجل. يا ترى هل الحظ هيبتسم لسواريز مع النادي الأهلي وهيكون مدرب محترف وجايب عديد من البطولات زي ما عمل موسيماني مع النادي الأهلي، ولا الحظ هيدي ظهره لسواريز وهيبقى أداء النادي الأهلي سيء وهيضطروا في الآخر إن هم يمشوه؟ الأيام هي اللي هتحكم والبطولات هي اللي هتحكم. في النهاية النادي الأهلي نادي كبير، ما يهمهوش من المدير الفني غير البطولات اللي مخلية الأهلي على الصدارة دائما ومخلية الأهلي في أعلى سماء. ورجعنا لكم بعد الفاصل بالفقرة التانية، والفقرة التانية بتتكلم إن لا خلافات مع سواريز ودراسة موقف يانكون. نفى مصدر بالنادي الأهلي وجود أي خلافات بين المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز والنادي الأهلي، واللي من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقد الرسمي وتقديمه بصحب الجهاز المعاون لوسائل الإعلام. وقال المصدر اللي رفض ان هو يكشف اسمه ان لا خلافات مع المدير الفني، ولا نعلم لماذا تتردد هذه الشائعات ومصدرها وكيف يحدث هذا والمدرب لم يأتي الى القاهرة بعد لتولي مهمته. واضاف المصدر ان سواريز كان مرتبط بعقد مع جيل فينستي والجميع يعلم هذا، ويملك شرطا جزائيا مع ناديه، الامر اللي لم يكن مفاجأة ليتم وضعه ضمن الشائعات اللي ارتبطت بالمدرب قبل قدومه. وحول وجود اي خلافات في وجهات النظر بسبب الجهاز المعاون، رد المصدر ان الاهلي لديه مبدأ، نحن لا نفرض على المدرب وجهازه المعاون او نتدخل في عمله، وهذه اولى خطوات النجاح. طبعا كلام منطقي جدا ان النادي الاهلي ما بيقدرش ان هو يتدخل في الجهاز المعاون بتاع اي مدير فني جاي، عشان خاطر لما يحاسبه يعرف يحاسبه كويس يكون هو اللي اختار رجالته. وفعلا بداية النجاح ان المدير الفني يختار اللعيبة اللي تقدر ان هي توصله للبطولات، ويقدر يختار الجهاز المعاون اللي يقدر يوصله البطولات. فلو فرض النادي الاهلي عليه اي فرد من افراد الجهاز الفني، فربما يكون ده سبب كبير في ان النتائج الجيدة لم تتحقق، وهيبقى ليه حجج ان هو يتكلم بيها. فلذلك الاهلي دايما عايش بهذا المبدأ ان هو دايما بيسيب للمدير الفني حرية الاختيار، زي ما عمل مع موسيماني بالظبط لما جاب طقم معاه من جنوب افريقيا، كان المساعد تقريبا بتاعه من جنوب افريقيا، وكان جايب الراجل اللي هو بتاع تحليل الاداء برضو كان من جنوب افريقيا، وفي النهاية ساب النادي الاهلي، سابه يعمل اللي هو عايزه، عشان لو عايز يحاسبه يقدر يحاسبه عشان خاطر ما يبقاش ليه اي حاجة. وانهى سواريز لديه فريق عمل وكلانا يسعى للنجاح، ونريد وسنعمل معا من أجل الوصول لهدفا. ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عدد الجهاز المعاون للمدرب اللي بيبلغ من العمر 47 عام،
حيث أنه من المتوقع أن يضم 4 معاونين في حالة الاستقرار على ضم باولو لوبو مدرب لحراس المرمى، فيما عرض مجلس الإدارة على ميشيل يانكون العمل في قطاع الناشئين. يبقى هو المتوقع إن هيحصل كالآتي: هيمشي يانكون يروح لقطاع الناشئين، والمدير الفني سواريز هيجيب باولو لوبو مدربا لحراس المرمى. فهل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ الأيام اللي جاية هي اللي هتبين. ويصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة غدا الأربعاء تمهيدا لتولية مهمة تدريب النادي الأهلي بشكل رسمي بداية من يوم الخميس إن شاء الله. وتم الأهلي اتفاقه مع جيل فينستي البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسمين مقابل 1.5 مليون دولار سنويا، بجانب مجموعة من الإضافات الأخرى المتعلقة بتحقيق الألقاب. ويستمر سيد عبد الحفيظ مدير للكرة وسامي قمصان مدربا مساعدا، بالإضافة للجهازين الطبي والإداري. في النهاية هيبقى الجهاز مكون من سواريز مدير فني وأربعة من معاونيه، وسيد عبد الحفيظ مدير للكرة، وسامي قمصان مدرب مساعد، والجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، والجهاز الإداري. وفي نهاية الفيديو طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وإن هو يوصل للي هو عايزه إن شاء الله مع المدير الفني الجديد. قدامه بطولة الكاس القديمة، وقدامه بطولة الكاس بتاعت السنة دي، وقدامه بطولة بقية مباريات الدوري، وقدامه دوري أبطال إفريقيا القادم إن شاء الله. فالحافز سيكون كبير للنادي الأهلي للفوز بالكثير من البطولات، والموضوع هيبقى صعب جدا على المدير الفني القادم، لأنه عايز يفوز أكتر عدد من المباريات، وعايز يفوز بأكتر عدد من البطولات عشان جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي تحترم. هل هيوصل لكده ولا لأ؟ خلي الأيام تبين هذا الكلام. والفقرة الثالثة هنتكلم فيها عن إن رسميا جيل فينستي يعلن رحيل سواريز ومساعديه. خليكم معانا لآخر الفيديو، واوعوا تروحوا في أي حتة عشان تعرفوا كل جديد. كنالكم بعد الفاصل، وفي الفاصل الأخير والفقرة الثالثة والأخيرة هنتكلم فيها عن إن جيل فينستي يعلن رحيل سواريز ومساعده. أعلن نادي جيل فينستي البرتغالي رحيل مدربه ريكاردو سواريز وطاقمه المساعد، واللي كان بيقترن اسمه مؤخرا بتولي تدريب النادي الأهلي. وقال ميجيل بيريرا المتحدث الإعلامي في نادي جيل فينستي في تصريحات أن المدرب الفني البرتغالي يتفاوض مع الإدارة حول طريقة الخروج وفك الارتباط بين الطرفين، حيث ينص العقد على ضرورة دفع الشرط الجزائي. طبعا هو كل ده ريكاردو سواريز بيلف ويحور ويدور عشان ما يدفعش الشرط الجزائي اللي هو كاتبه في العقد، وبيحاول ان هو يوصل لحل وسط على اساس ان هو ما يدفعش الشرط الجزائي. هل هيقدر ان هو يعمل كده ولا لا؟ خلي الفترة اللي جاية تبين ايه اللي ممكن يحصل. ونشر جيل فينستي بيانا رسميا اعلن فيه الاتفاق مع ريكاردو سواريز على رحيله، واشاد النادي بالعمل الذي قام به المدرب طوال رحلته مع الفريق. وكشف جيل فينستي عن رحيل الطاقم المساعد لسواريز والمكون من مارسيسيو فاز وراؤول فاريا وباولو لوبو وبيدرو جيماريش، متمنيا لهم كل التوفيق في المستقبل. وده بيدينا مغزى ان سواريز جاي بالطاقم بتاعه كله، حتى مدرب حراس
المرمى، فوجود يانكون هيكون ضعيف جدا ان هو يفضل موجود. في النهاية هل سيسطر المدير الفني ريكاردو سواريز تاريخ مع النادي الأهلي كما سطر من قبله بيتسو موسيماني وفايلر والعديد من المدربين اللي بيدربوا النادي الأهلي في الفترات السابقة؟ نتمنى إن احنا نشوف حاجة كويسة من المدرب ده، ونتمنى إن هو يقدر إن هو يحقق العديد من البطولات عشان يفرح النادي الأهلي وجمهوره ويخلي فيه متعة في كرة القدم المصري. وفي نهاية الفيديو طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولنا اللايك والشير والسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناة، وياريت تكتبولنا في التعليقات هل الأهلي هيحقق نتائج جيدة من البداية كده مع ريكاردو سواريز، ولا المدير الفني هياخد وقت طويل عشان يعرف اللاعبين، وده هيؤدي إلى خسارة العديد من النقاط وخسارة الدوري في الفترة المقبلة. مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال.